قلت لك برضو اللي قالته لي الملكه فريده وتحية كاريوكا وغيرهم من اللي عرشوه، انه ما كانش بيشرب خمره وما كانش بتاع ده، وانه كان ضد الانجليز وكان وطني وكان حب بلده. انا عرفت الملكه نريمان وقعدت معاها ولم تتحدث يا استاذ سمير بحرف، مش بكلمه، سوء عن الملك فاروق. برافو، ملكه لم تتحدث بحرف سوء عنه. ولا فريده معايا في حديثي مع نفس الشيء. نعم، لا يعني دول اولاد عائلات ومتربيين، واصلا الافكار الجنونيه ما كانتش موجوده زمان. البني ادم كان بيحسبها واحد اتنين تلاته بس. استاذ محمود صلاح، تفتكر يعني ايه اللي خلى نريمان تسيب فاروق؟ ايه اللي خلاها فاروق لما سافر الى منفى هو اختاره بنفسه، كابري، الى ايطاليا. ايطاليا لانه العلاقه قديمه. ايوه، الملك فؤاد برضه لما الخديوي اسماعيل خرج بره مصر واتنفى راح اختار ايطاليا، كان ملك ادوارد ملك ايطاليا في الوقت ده صديق الخديوي اسماعيل. ايوه، والملك فؤاد اتربى في ايطاليا وفي علاقات بينهم، وفاروق كان بولي وفي ناس في الحشه ايطاليين، وفاروق كان يتكلم الايطالي كويس. ايوه، صراحة ايطاليا. طبعا البنت الصغيره الاموره دي نريمان اللي بقت ملكه ما قعدتش كملتش شهور، لقت الملك بقى محبط في ايطاليا وبدا يسهر ويحوض كبرهات ويشوف بنات راقصات ويتفرج على، هي ما كانتش كده، ما تحملتش وبدات المشاجرات ما بينهم، والمشاجرات دي يعني ولاد الحلال كانوا بيخشوا في النص، فإلى أن أنه خلاص أصبح استحالة أنه إن هي تكمل معاه وهو يكمل معاه. إنما طبعا هو كان متمسك بابنه أحمد فؤاد، وكان عامل اتفاق مع أمير موناكو. أمير إيه؟ موناكو. ومراته الأميرة جريس كيلي. أيوة، الممثلة العالمية، أنه والله ابني أحمد فؤاد ده أمانة في عنقه. عايشي تعتقد أن فاروق مات مسموما؟ أنا دورت على السؤال ده، دورت على السؤال ده وقابلت أحد ضباط الثورة البغدادي الله يرحمه، ده اللي اتهم أنه هو وضع له السم. اتهم بان هو راح اشتغل في المطعم جرسون وحط له السم، واقسم لي البغدادي انه لم يضع له سم ولم يامره جمال عبد الناصر بوضع سم لكده. وانا كتبته على اخر ليله في حياه الملك فاروق، كانت متطبيعيه. الراجل اولا لما تشوف المنيو العشاء اللي اكله، أكل كتير، عارف لحمة مش عارف خرفان ومش عارف ايه وكده، فحتى هم صوروا هو لما مات جيوبه كان فيها ايه، مفاتيحه، مسدس، فلوس، يعني حاجات مفيش. وبعدين هم كمان الامر منطقي يسمموا لي، ما خلاص خدوا البلد. ايوه، وصرحوا بدفنه في مصر. يعني صرح جمال عبد الناصر، صرح ان الملك فاروق ممكن يدفن في مصر، وجابوه ليلا عشان ما حصلش فيه. نعم، ده اللي حصل.